الاسم فهد سليمان السعد، أبرز الإنجازات لاعب منتخب السعودية للتنس لمدة 25 سنة بجميع المراحل السنية، أول لاعب سعودي حقق التصنيف الدولي ودخوله رابطة المحترفين الـ ATP، وكان ذلك في عام 2002. ولله الحمد أيضا اتجهت لرياضة أخرى اللي هي رياضة البادل الآن. تنوع الرياضات في المملكة العربية السعودية بالآونة الأخيرة شيء يثلج الصدر، ولله الحمد الآن إذا سألت أي شخص في الشارع الرياضي عن الرياضة لن يتكلم عن كرة القدم فقط، سيتكلم عن ألعاب أخرى. استضافة المملكة لبطولة السعودية الدولية للغولف في الفترة القريبة القادمة ومشاركة أفضل اللاعبين تصنيفا في هذه الرياضة ومشاهدتهم على أرض الوطن ويكونون قريبين مننا، هذا بحد ذاته حدث نفتخر فيه كرياضيين على أرض الوطن. ليس بالأمر سهل أنك تجيب لاعبين من التوب 50 ولا من التوب 100 تصنيفا على رياضتهم ويشاركون في بطولة وأنت ما عندك باكراوند للرياضة بشكل كبير. لما تنظم بطولة دولية في مختلف الرياضات راح يكون في تسليط ضوء من قبل المجتمع بشكل عام. أكيد كرياضي متحمس جداً لإقامة البطولة السعودية الدولية للغولف. It's showtime.